جدا بصبح على كل الناس اللي متابعانا، بصبح على كل القوات في جمهوريه مصر وخارج جمهوريه مصر. طبعا معانا النهارده دكر بيتبول امريكي خطر، كلب بسم الله ما شاء الله مستوى كويس، جمجمه كويسه، صدر عريض، كلب مش طويل قوي ولا قصير قوي، كلب جعان محتاج ياكل بس ويشبع، جاي عندنا فتره تقليل شراسه ودمه كويس جدا. الكلب ده كان بتاعنا وبعدين حد خده مننا يعني تابعنا وهو عايز يبقى الكلب خاص بيه، فاحنا عطيناه له يعني اديناه له وبنكمل له علام مع الكلب. تعالى خطر، الكلب ده عمره سنه ونص او سنه وثمان شهور، كلب مطيع جدا، محب جدا لصاحبه بس، محب جدا لصاحبه بس زي ما انتم شايفين. بس هو كان في داء واحنا بطلناه له، الداء ده اللي هو لو حس ان هو فرض شخصيه عليك هيزعلك، لو شخصيته بقت جامده على شخصيتك هيزعلك. هبوسه يلا بوسة، يلا بوسة، بص سيبك منه جدع ان شاء الله. فطبعا انت ما بتخافش من الكلب مهما كان قوته ومهما كان حجمه ومهما كان نوعه ومهما كانت شخصيته عالية، انت الاقوى منه وانت اللي عندك عقل مش الكلب. معانا النهاردة ريتشارد، كلب دوبرمان، كلب عمره 6 شهور، كلب محترم جدا، دمه جميل جدا، صور هنا دمه جميل جدا كلبه. بقى استنى خطوة، طبعا دي غيرة، كلب جميل جدا، كلب مطيع جدا لأوامرك، كلب شاطر، كلب حبوب، كلب شغال شراسة كويس قوي وطاعة كويس قوي، كلب محتاج حد يفهمه، كلب من أذكى الكلاب اللي اتعاملت معاها في العمر ده، يعني يمكن أذكى كلب 6 شهور مسكته في ايدي واتعاملت معاه. الكلب ده نوعه، صورني، الكلب ده نوعه دوبرمان، الكلب ده نوعه دوبرمان، الكلب ده ذكاؤه خارق، شراسته حلوه. الكلب ده لو انت راجل، مش الكلبين عامه، لو انت راجل لسه اول مره تقني كلب ما ينفعش ان انت تربي البيتبول وتشرسه، لان شخصيته بتبقى قويه جدا بعد ما بيتعلم. والدوبرمان الذكاء، انت راجل عندك خبره وعندك شخصيه كويسه عشان تقدر ان انت تتعامل معاهم، لان الكلاب دي لما بتحرس وتتعلم كلمه حراسه ويبقوا شرسين ممكن ان هم ياذوا اطفال، ياذوك انت في شخصك، ياذوا الجيران اللي حواليك، يأذوا الناس بحالها. الكلبين دول بيشتغلوا حراسة بطريقة قوية جدا، بشخصية قوية جدا، كلاب عارفة قيمة نفسها وقيمة حجمها. ريتشارد 6 شهور شغالين مع الطعم اليومين دول والشراسة بنربط له الاثنين في بعض. قعد ريتشارد، جود باي، ادي الدوبرمان، سلم عليك، ها جود باي، جود باي ريتشارد، اب ها اب اب، جود باي، اقعد سلم على دي، لا التاني جو بوي ريتشارد. طبعا كلب كويس جدا، كلب محترم جدا زي ما انتم شايفين، كلب بيبقى ذكاؤه خارق، بيشتغل معاك على الحاجه مره واثنين وثلاثه، بينفذ على حسب اشارتك طول ما انت راجل مظبوط واشارتك مظبوطه وحافظ قوانين الطاعه والقوانين اللي انت هتديها للكلب عشان تقدر تدرس له الموضوع بشرح كويس. كلب بيفهم بنظراتك وباشاراتك ليه، الكلب كويس، كلب ما فيهوش اي غلطه، كلب زي ده لسه حته عجينه احنا بادئين نشكلها على ايدينا، بادئين معاه ان احنا نعلمه يعني ايه تكون محترم. استنى اقعد، يعني ايه تكون محترم ويعني ايه تكون مطيع ويعني ايه تكون شاطر في الشراسه والحراسه وتقدر تدافع عنه وتشتغل جارد فريند. كلب زي ده شخصيته عنيفه، وكلب عنده سنتين اتنين او بالعمر اللي احنا اتكلمنا فيه داخل على السنتين الاتنين، كلب شخصيته عنيفه، محتاج حد غاوي فاهم يقدر ان هو يسيطر عليه. كلب البيتبول طبعا زي ما احنا عارفين بيبقى فيه سلوكيات عنيفه كتير، عنفه مع البشر، ما بيحبش الغرباء، ممكن يكون عنيف جدا مع الحيوانات على حسب تربيتك ليه. طبعا هو كان جايب الوضع ده، انما احنا الحمد لله وبفضل الله عودناه ان هو يقف جنب كلاب، ما كانش بيطيق يشوف كلاب، ما كانش بيطيق يشوف اي حد معدي بحيوان. طبعا زي ما احنا شايفين اهو قدرنا نفصل منه كلب محترم. يبقى الكلبين دول زي ما احنا ما قلنا لازم ان تكون راجل عندك خبره وثقه في نفسك ان انت هتقدر تربيهم. التالت عليهم الروت وايلر، طبعا هنعلمكم كل الكلام ده هنتكلم عنه في حلقه تانية. تحياتي لكم، جمعه مباركه عليكم، جمعكم اخوكم مكشه من قناه تدريب كلاب شبين الكوم، والسلام عليكم ورحمه الله.